إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن شريعة الإسلام حرمت ظلم المرأة وضيقت على من ظلمها أو ذهب بحقها. روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي ألحق الحرج والضيق بمن ظلم اليتيم أو ظلم المرأة. والله جل وعلا بين ضعفها فقال سبحانه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. معنى ذلك أن المرأة لا تنتصر عند الانتصار ولا تجادل عند الخصام، فليس لها عبارة وليس لها همة. فأخبرنا ربنا جل وعلا بضعفها فقال سبحانه: أومن ينشأ في الحلية. الحلي الذهب والفضة والزينة، فهذا عملها، وهو في الخصام غير مبين. إذا خاصمت لا تستطيع أن تخرج عما في نفسها، ولهذا العرب قالت في مقولتها وقد اشتهر ذلك على ألسنتها، قال بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد، برها السرقة ونصرها بكاء. أي هي تبكي إذا ظلمت. إذا وصانا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ووصانا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، خطب في عام حجة الوداع وقال فيما قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان
أي أسيرات، فهي كالأسيرة، العاني هو الأسير. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث الميراث. كان أهل الجاهلية لا يورثونها ولا يعطونها من التركة شيئا، ويقولون إنما نعطي من حمل السيف وركب الفرس، أما هذه فهي لا تحمل سيفا ولا تركب فرسا. قال الله جل وعلا: وتأكلون التراث أكلا لما. لما كثيرا أي تأكلون الميراث، تأكلون نصيبكم من الميراث وتأكلون نصيب غيركم من الميراث. قال الله: كلا بل، أو كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. خوفهم رب العالمين بما سيحصل لهم يوم القيامة. المرأة في الجاهلية تورث كالمتاع، فهي من سقط المتاع عندهم، لا يعرفون حقها ولا يضعونها في منزلتها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا منعوها، فهم أحق بها من أهلها. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يمنعوها كانوا في زمنهم يمنعونها من الميراث فلا يعطونها الميراث، وإذا أرادت أن تتزوج منعوها، هم الذين يزوجونها، وإذا طالبت بالميراث لم يعطوها حقها. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: يا معاشر المسلمين، رب العالمين جل وعلا أنزل آيات وأنزل سورا في المرأة وحقها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية في صدر سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، الآباء والأمهات، والنصيب هو الحظ والقسمة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الموروث الذي يخلفه الآباء والأمهات بعد موتهم جعل الله جل وعلا للمرأة نصيبا، فهو نصيب لها فرضه الله جل وعلا لها. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه قسمة الله، يوصيكم الله يا معشر الآباء والأمهات في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة لها نصف مال الرجل، فالرجل يرث سهمين وهي ترث سهما من بعد ما خلفه الآباء والأمهات. وحقوق المرأة في الميراث مفصلة ومبينة، والله جل وعلا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أحيانا قد يوصي الإنسان لولد عاق ربما يذيقه سوء العذاب، وربما يمنع ولدا بارا ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. موالي بمعنى أن أعظم صلة بين الوارث والمورث هي إما أن تكون عن طريق النسب، وإما أن تكون عن طريق النكاح، وإما أن تكون عن طريق الولاء. ولهذا قال الله جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا، ومما يكتسبه الرجال يكتسبون من الميراث، وللنساء نصيب مما اكتسبنا أي من الميراث ومن غير الميراث، كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. الذي يمنع المرأة من حقها في الميراث وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يقول الله جل وعلا: وقد ختم آية المواريث، قال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
وله عذاب مهين، الذي يتعدى حدود المواريث فيمنع هذا ويعطي هذا ويزيد في حق هذا وينقص من حق هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا، هذا اعتدى على حدود الله. يا معاشر المسلمين، هذه من التعدي على حدود رب العالمين سبحانه وتعالى. من منع الميراث الذي فرضه رب العالمين، منعه ربه فضله، كم نسمع وكم نشاهد، فلان منع أرحامه من الميراث فمنعه الله جل وعلا من الذرية، فلان منع النساء من التركة فجاءت جائحة أو نزلت مصيبة فقضت على المال ودمرت المال ولم تبق منه شيئا، والعذاب نازل بهذا القاطع في الدنيا وفي الآخرة. جاء وقد نزل القرآن، جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن في مواريث النساء. جاء عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله، هاتاني ابنتا سعد وقد قتل معك شهيدا يوم أحد، وإن أخاه، أي عم البنتين، وإن أخاه ذهب بجميع مالهما ولا تنكحاني إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقضي الله في ذلك ما يشاء. ثم نزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما وقال له: للبنتين الثلثان ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك. نزل القرآن الكريم يبين الله فيه ما للنساء من الميراث. معاشر المسلمين، روى الإمام الدارمي بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال: إن من أعمال الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء، أن يورث الرجال دون النساء. قال: فرد بعضهم إلى أخواتهم ما كانوا منعوه. هذا من فعل الجاهلية. أترضى أيها الظالم والآخذ لميراث الضعيفات أن تكون في صف أهل الجاهلية وأن تكون معهم؟ نعوذ بالله. بل جاء عند الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف من حديث ابن عمر أن غيلان الثقفي طلق نساءه وقسم ماله بين أولاده، فعلم بذلك عمر رضي الله عنه فدعاه فقال له:
ما أرى إلا أن الشيطان قد أوحى إليك، وكان فيما أوحى إليك أنك ميت، فأمرك بتطليق نسائك وبقسمة تركتك. ثم قال له عمر وقد أمره بإرجاع النساء: والله لو مت مطلقا لنسائك، لأنه فعل ذلك لحرمانهن من التركة، والله لئن فعلت لأورثنهم ولا أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، كما رجم قبر أبي رغال. فرد هذا الصحابي رضي الله عنه، رد النساء واسترجع المال. هذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك رضي الله عنهم. منع المرأة من ميراثها، من فعل ذلك سيأتي به يوم القيامة عن رغم أنفه، وهو حقير وهو خائب وهو ذليل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهو يأتي بالحقوق يوم القيامة. بل جاء في الصحيحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، أي أنه يقسف به إلى الأرض السابعة، ويكون هذا الشبر طوقا في عنقه يحمله، وجاء فإنه يحمل ترابها إلى أرض المحشر. أتريد هذا؟ من يستطيعه ومن يطيقه؟ كيف بمن أكل الأرض الواسعة والمساحات الشاسعة؟ ماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ خلص نفسك يا عبد الله. يقول الله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب أي خسر من حمل ظلما. وقال الله جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. العذاب كبير يا عبد الله. وجاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. هذه وصية الله الذي وصاك، تسمع قول الله الذي تساءلون به والأرحام، تسأل يوم القيامة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الذي لا يعطي المرأة حقها ضال منحرف زائغ بنص القرآن. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا. هذا بيانه وهذا شرعه، فمن خرج عنه فإنه ضال فإنه منحرف فإنه منحرف. ورب العالمين، معاشر المسلمين الكرماء والشرفاء، ربما زادوا للنساء من أنصبتهم مما أخذوه، يخاف من الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب تؤدي إلى ظلم النساء، منها الذين يقسمون وهم جهلة أو وهم مرتشون، إن أعطي شيئا كذب وزور واحتال ونصب من أجل هذه الرشوة. يشترط في القاسم للتركة أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، ولا يجوز له أن يقسم التركة إذا منعت النساء. هذا الظالم، هذا الجائر، ما موقفه وما هي حجته أمام الله جل وعلا؟ يا معاشر المسلمين، هنا في بلدنا في اليمن رجل دعا من هؤلاء الظلمة الذين تولوا الكتابة وليسوا أهلا لها، وأعطاه مالا من أجل شجرة، الشجرة كبيرة وفيما مضى لها شأن، يحتاجون إليها وإلى حطبها وخشبها. فلما جاء إلى هذه الشجرة وقد احتال وظلم هذه المرأة، وإذا بها مسكينة لا تملك شيئا، قال: رأيت أن أكتب هذه الشجرة في الأوراق باسم أخيك. قالت له: إلى ذمتك، أنت مسؤول أمام الله جل وعلا. وضع هذا القاضي يده على الشجرة وقال: إلى ذمتها، وإذا بالشجرة تنفلق. سبحان الله، الشجرة تنفلق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيضا من الأسباب وصية الآباء الجائرة: يا أيها الأب وفقك الله، حرام أن تظلم هذه المسكينة من بنات وأخوات، هذا ليس إليك. الوصية الجائرة التي فيها ضرر لا تنفذ بالإجماع. قال الله في كتابه الكريم: غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. غير مضار، لا يجوز لك. أتريد أن تختم حياتك
بالجور والإجحاف، بالظلم، بالظلم على من وصاك ربك جل وعلا. والجور في الوصية من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. جاء في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. أصحاب الأموال والتركات والتجارات والعقارات يحتالون على النساء، إما بالوصية للذرية أو بالوقف للذرية أو بالاحتيال أو بإخفاء بعض الأموال. أولادك ربما اقتتلوا على المال وسالت الدماء، والسبب هو أنت أيها الظالم، هو أنت أيها الظالم. ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ من الأسباب، بعض الأبناء وهم في الحقيقة لصوص للآباء، إذا مرض أبوه أو مرضت أمه قام وخدم وعالج وذهب وأتى، فإذا مات قال: أنا خدمت، أنا عالجت، أنا سافرت، أنا أتيت، أريد هذه أوراقي. وربما كتب ما يستغرق جميع التركة. أأنت ولد بار؟ لا كثر الله في الأبناء من أمثالك. أهذه الخدمة؟ أهذا البر؟ أهذا الحق للوالدين؟ الحق للوالدين بعد حق الله يصير تجارة، يباع ويشترى. أين قلبك؟ أين قلبك؟ أين دينك؟ أين غيرتك؟ أصار الماء، أصار المال، وصارت ماذا؟ البيوت والعقارات أغلى وأحب وأفضل إليك من أبيك. والله إنك صاحب صفقة خاسرة. بعض النساء تهدد، تهدد: إن لم تفعلي وتتنازلي فسنقطعك. وربما هددت بالضرب والهجر والقطع من أجل المال. يا سبحان الله، ذئاب بشرية، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعض النساء ربما تمنع من الزواج من أجل التركة. يا عباد الله، المسلمون، المسلمون لا يرفعون للدنيا رأسا، لا يرفعون لها رأسا، وإنما إن جاءت استخدموها في طاعة الله وأنفقوها فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. التوبة، التوبة، نصيحتي لك يا من وقعت في الظلم أن تتوب إلى الله، واحذر من تأخير قسمة التركة. بعضهم يؤخرها ويستغلها، وربما استثمرها وجمع أموالا طائلة. ماذا تصنع بها؟ وماذا تعمل بها إذا جئت تحملها يوم القيامة؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع ما نزل بنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه. اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود، اللهم أحصهم عددا
واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا والحمد لله.